حياكم الله من جديد مشاهدينا. من منطلق تأثير أزمة كورونا على العديد من القضايا الاقتصادية والمالية، ينطلق وللمرة الأولى في الكويت المؤتمر الدولي الأكاديمي حول القضايا المعاصرة في المحاسبة 2020 في يوم السبت 26 من سبتمبر، حيث يتطرق المؤتمر للعديد من القضايا المحاسبية ذات البعدين الاقتصادي والمالي. أكيد منيا، وللحديث بشكل مفصل عن المؤتمر الدولي الأكاديمي القضايا المعاصرة في المحاسبة 2020، يسعدنا أن يكون معنا عبر الاتصال المرئي الدكتور أحمد جاسم القطان، منظم مؤتمر القضايا المعاصرة في المحاسبة 2020. صباحك ورد دكتور. صباح النور، يعطيكم ألف عافية. مشكورة أختي ورود ومنية على يعني الاستضافة، ويعطيكم العافية. الله يعافيك وشكرا لتواجدك معنا اليوم. دكتور أحمد، في البداية ريت تبين لنا أهمية إقامة المؤتمرات الاقتصادية والمالية خصوصا في هذه الظروف اللي احنا عايشينها، ظروف جائحة كورونا. تمام، شكرا على السؤال. طبعا مثل ما احنا عارفين حاليا في أزمة كورونا، نعم هي يعني سوت يعني حالات أو خلنا نقول آثار سلبية في كثير من القطاعات، ولكن أنا شايف بالنسبة لي يعني بالناحية التعليمية أو للمؤتمرات والوركشوبس والسيمينارز صار لها يعني بعد إيجابي. خلنا نقول أنا بدال الحين أسافر أروح مؤتمرات في أمريكا، في بريطانيا، في دول أوروبا، ويعني وأدفع مبالغ وقدرها، الحين صار يعني الحضور المؤتمرات أونلاين صار الموضوع أسهل وأوفر. وهم بعد المؤتمر مثلا اللي أنا نظمته CIA 2020 راح يضم تقريبا 24 دولة حول العالم، هذول المشاركين غير اللي راح يكونون حاضرين. شلون تجمعوا الناس هذه كلها أو الدكاترة والعلماء في هذا المؤتمر؟ فخلينا نقول هذه الإيجابيات اللي سوتها كوفيد 19. نعم دكتور، بس نبي فكرة عن المؤتمر يعني الدولي الأكاديمي حول القضايا المعاصرة في المحاسبة 2020، وشون يتك هالفكرة إقامة المؤتمر في ظل هالظروف، لأنك توك ذكرت أن بهالظروف اللي احنا نعيشها، شلون يتلك هالفكرة؟ تمام، أنا حضرت 40 مؤتمر الآن دولي أكاديمي. نعم. فنعم حضرت هم بعد أونلاين. أنا شفت إنه يعني نعم حضرت أنا مؤتمرات أجنبية، فقلت أنا من يعني الأفضل بعد يكون بدولتي الحبيبة إن أسوي مؤتمر أكاديمي مختص في المحاسبة. جميل. فمن وحي المؤتمرات اللي صارت في الخارج طبقتها في دولتنا الحبيبة الكويت. نعم. طيب دكتور، تطلعنا على أسماء أو الأسماء المشاركة في المؤتمر؟ تمام، راح يكون من اللجنة العلمية الدكتور بدر الشمري، بروفيسور بدر الشمري من دولة الكويت، الدكتور مصطفى كامل من قطر، البروفيسور عزيز جعفر في المملكة المتحدة، وأنا من الكويت أيضا، ودكتور أنيس جربوعي من جمهورية تونس. وأيضا راح يكون في ضيوف شرف، دكتور أحمد الأمير من المملكة المتحدة، دكتورة كارين مكبرايد من المملكة المتحدة، ودكتور خلدون بيطار من المملكة المتحدة. نعم. هذول خلنا نقول أساسيين، أما باقي المشتركين فهم من دول عدة، فمثل ما قلت لك هم كانوا من 24 دولة، وبعدين يعني اخترنا، هم كان تقريبا 78 بحث علمي وتم تنقيحهم لين صاروا 12 بحث علمي راح يكونون في المؤتمر بإذن الله. نعم. طيب دكتور، شنو أهم القضايا والمواضيع اللي راح يتطرق لها طبعا المؤتمر وممكن تطرح في المؤتمر؟ تمام، طبعا المؤتمر في عدة مواضيع، وأهمها كوفيد 19 وتأثيرها على المحاسبة وإدارة الأموال والتمويل، وأيضا في مواضيع ثانية مثل حوكمة الشركات، المسؤولية الاجتماعية، الخدمات المصرفية، المعايير الدولية، الضرائب والتدقيق، التقارير المالية وإدارة الأرباح، والتقارير السردية للشركات. هذه كلها مواضيع إن شاء الله ستطرح في هذا المؤتمر بإذن الرحمن.
أيضا لو تعطينا فكرة عن الأبحاث المتميزة اللي تم إرسالها للمشاركة في المؤتمر. للأمانة في كثير كثير من الأبحاث، يعني ما أتذكرهم كلهم، ولكن يعني في أبحاث مثلا خلينا نقول عن البيج داتا اللي هو البيانات الضخمة من المواضيع المتميزة، وأيضا كوفيد 19 يعني هم من المواضيع خلينا نقول الترند الحين، أكيد متصدر. نعم أكيد أكيد في أكثر من المؤتمرات وعلاقته في المحاسبة والتمويل. نعم نعم. طيب بالنسبة لنتائج وتوصيات المؤتمر، هل سوف يتم رفعها للجهات المعنية بديرتنا الغالية والحبيبة دولة الكويت؟ نعم بالأمانة هو المؤتمر كله سويته على أساس نبي نعرف احنا الأبحاث هذه الضيوف اللي راح يكونون في هذا المؤتمر، وال يعني المميز فيه ان المشاركين والحاضرين اكثرهم دكاترة وعلماء من كل دول العالم، فالنتائج الأبحاث اللي هم راح يعني يقولونها في المؤتمر انا راح ناخذهم ويعني نحط يعني نقولها ونوصلها للمسؤولين إن شاء الله، بحيث يعني تحسين المعايير أو تحسين القرارات اللي تطرح من المسؤولين أو الإدارات. نعم شاكرين لك وكل التوفيق لهذا المؤتمر. شكرا لك دكتور أحمد جاسم القطان منظم مؤتمر القضايا المعاصرة في المحاسبة 2020. مشاهدينا ننتقل معكم إلى زميلنا نجيب القحطاني عبر فقرة الميكروويف بعد الفاصل.